مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي. النهاردة في أول حلقة وفي أول الفقرة هندي تعزية واجبة لكابتن النادي الأهلي كابتن عبد الله عبد السلام. وفاة والده، توفى والد الكابتن عبد الله أمس الاثنين، والنهاردة العزاء بالليل في الوقت اللي احنا موجودين فيه في جامع الرشدان، يعني رحمة الله على الوالد. وكان حد من الأشد أو المشجعين الأقوياء جدا 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 للنادي الأهلي، راجل كنت أنا أعهده على خير رحمة الله عليه. فعلا كنت بشوفه دايما في النادي، دايما متابع كل الماتشات ومتابع كل بطولات النادي الأهلي، وكانت أسعد حاجة بتسعد والد كابتن عبد الله عبد السلام هو فرحته بفوز النادي الأهلي في كافة الألعاب، في كرة القدم، الطايرة، كل حاجة، رحمة الله عليه. تعزية واجبة تانية لمحمد، الأستاذ محمد ناجي، معد من معدين الفقرة برضو، خالته توفت النهاردة رحمة الله عليها، رحمة الله على كل أمواتنا وأموات المسلمين. النهاردة في أول حلقتنا هنقول لكل مشاهدي قناة الأهلي إيه الأخبار في الفرق. النهاردة بعد شهر 12، في بداية شهر 12 بنقول اطمنوا لكل الألعاب الجماعية، بكل الألعاب الفردية، بكل الأعمار السنية من درجة أولى ناشئين ناشئات. النادي الأهلي ماشي بخطوة ثابتة نحو التتويج بالألقاب الكثيرة في معظم الألعاب. أنا عارف الجماهير بتهتم دايما بالفرق الأولى، بالفرق الثلاث ألعاب جماعية اللي هي زي اليد، زي الطايرة، زي السلة، رجال وسيدات. الحمد لله ان فرقنا ماشيه الحمد لله كسبانه في معظم الدوريات بتاعتنا، الدوري العام وكل الدوريات اللي هي صغيره كسبانين، وحققنا انجازات كتيره في الاسكواش، حققنا في التنس، حققنا في تنس طاوله، حققنا في الكاراتيه، في كل الالعاب، في السباحه قطاع كبير في النادي الاهلي، وبرده الالعاب الجماعيه. ان شاء الله باذن الله على خير اللي بنعهده على اللاعبين ان هم يستمروا على هذا الاداء ويستمروا بروح اعلى كمان عشان يسعدوا كل جماهير النادي الاهلي في المرحله القادمه باذن الله. نروح لأخبارنا ونروح لخبر عن فريق الطايرة بالنادي الأهلي وتأجيل مباراة أمس كانت في الدوري العام وتأجلت بسبب وفاة الكابتن والد الكابتن عبد الله عبد السلام. وعندهم مباراة قادمة بدأ النهاردة يستعدوا لمباراة بتروجيت يوم الجمعة اللي جاية في صالة الأمير عبد الله الفيصل. اللاعبين وانت بتتكلم معاهم الناس يعني عايزة تحقق هذا الإنجاز، ومرة تانية زي السنة اللي فاتت محقق كل البطولات، عندهم طموح وعندهم أمل، بيطلبوا أن الدعم والمساندة الجماهيرية بشكل دائم، دي أهم حاجة عندهم. فنشوف بإذن الله في المرحلة اللي جاية فريق كرة الطايرة يكون يقدر يحقق المطلوب منه ويحقق كل البطولات بإذن الله. هنروح لفريق السلة بالنادي الأهلي والمباراة المرتقبة والمباراة المهمة أو المباراتين المهمين يوم الخميس والجمعة القادمين مع نادي سبورتنج في دور الأربعة دوري المرتبط. كابتن طارق خيري بعد ما خلصنا ماتش الزمالك والحمد لله ربنا أكرمنا وكسبنا وعدينا الحمد لله من مباراة الزمالك، داخلين في المعترك قبل الأخير لمباراة مع نادي سبورتنج. المباراة مهمة جدا جدا جدا، إن شاء الله بإذن الله يكونوا رجال كرة السلة للنادي الأهلي عند الميعاد ويقدروا يعدوا مباراة يوم الخميس والجمعة. دخلوا في معسكر مغلق في إسماعيلية من النهاردة أول يوم، وهيكملوا لغاية ما يخلصوا مباراة يوم الجمعة، وبإذن الله هنتابع على قناة الأهلي معاكم الأحداث أول بأول مع رجال كرة السلة بالنادي الأهلي. هنروح لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي. الفوز النهارده في مباراه 53-30 على نادي 6 اكتوبر في مباراه دور 16 كاس مصر. كاس مصر بدا النهارده مع السله سيدات لسه كسبانين دوري المرتبط، فريق كره السله سيدات هم المرتبط بتاعهم، وداخلين في المرحله اللي جايه باذن الله على كاس مصر. نتمنى لهم باذن الله في المرحله القادمه التتويج باذن الله، لان برضو الجماهير لا ترضى الا بالمركز الاول، وزي ما احنا شايفين قدامنا لما كسبوا دوري المرتبط والتتويج ووجود الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي والدكتور ياسر نصير نائب مدير عام النشاط الرياضي والكابتن محمد عبد المطلب دكتور مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد السله، وهو بيسلم اللاعبات الفائزات للنادي الاهلي المركز الاول في دوري المرتبط. هنروح للسكواش وفوز كريم عبد الجواد ببطوله لاعبنا الدولي بفوزه ببطوله بلاك بول. كريم عبد الجواد الجوائز بتاعه البطوله دي 180,000 دولار عفوا، وكسب علي فرج في مباراه استغرقت تقريبا حوالي ساعه من الزمن على اربع اشواط. كسب علي فرج لاعب نادي وادي دجله والمنتخب المصري وزميله في الملعب 3-1. كانت الاشواط 11-6 14-12 7-11 و11-8.
هنروح لاخر اخبارنا النهارده عشان نستقبل ضيوفنا اللي هم لسه كسبانين بطوله مهمه جدا جدا جدا، وهو دوري المرتبط وفريق المرتبط للنسات او شابات النادي الاهلي اللي كسب اللي قدر يكسب مع الفريق الاول دوري المرتبط. كلهم متواجدين النهارده معانا ذخيره حيه من اللاعبات، ومعانا مدرب الفريق بعد التقرير اللي جاي عن فريق الجمباز بالنادي الاهلي واحرازه لعديد من المراكز والعديد من الميداليات في اول بطوله للجمهوريه السنه دي. هنروح لتقرير نشوف التقرير بتاع الجمباز وترجعوا لنا مره تانية نستقبل ان شاء الله فريق مرتبط السله للبنات.